السلام عليكم. فيديو جديد، موضوع جديد. اليوم غنهضروا عاوتاني على فقر الدم. لقيت لا فيديو اللي درت لكم ديال فقر الدم، يعني تبارك الله حصل على واحد المشاهدات مرهوش ليكم، ما شاء الله عليكم وما شاء الله على الناس اللي متابعيني ودايرين الثقه فيا. لهذا اليوم خرج واحد الدواء ديال فقر الدم جديد، وقلت ضروري نبارطاجيه معكم باش يعمل فائده على الجميع. كي كنقول لكم الناس اللي عندهم فقر الدم، ديما كنقول لكم راه ماشي غير الفانيد ديال فقر الدم اللي كتاخذوا، يعني كناخذوا الفانيد ديال فقر الدم، كناخذوا لا فيتامين سي، كناخذوا لا فيتامين بي 12، كناخذوا لا فيتامين بي 6، كناخذوا لا فيتامين سي، وكناخذوا حتى لو كويفر. ولكن في الدويت اللي عندنا غالبا، بلاش باش نقول لكم الدويت اللي عندنا ما تقطعوش، ديما كنقول لكم هاد فيما فيغ راه زوين، ولكن الديفو ديال هاد فيما فيغ فيه غير لو فيغ، يعني كيخصك ضروري تاخدي معاه لا فيتامين سي، لأن فيتامين سي هو اللي كي أبسوربي، يعني هو اللي كيدينا لو فيغ باش يتحلل لنا في الأمعاء ديالنا. كيخصو لا فيتامين بي 12، كيخصو لا فيتامين بي 12 هي شنو؟ هي أسيد فوليك، لأن باش خصنا نشيلو أسيد فوليك بوحدو، شيلو لا فيتامين سي، شيلو لا فيتامين بي 6، شيلو لا فيتامين بي 12، ولو كويفر زنك باش يعطينا هاد المجموعة كاملة إلا خديناها مع لو فيغ، عاد كتعطينا واحد النتيجة، والنتيجة اللي كتعطي بزاف فاش كيكون عندكم فقر الدم، وهذه تجربتي أنا، اللي كيكون عندهم الخزان ديال الحديد نازل بزاف. انا راه واحد ما لقيت 16، يعني نازل بزاف، راه كيدير لكم واحد تحطيحه، كيدير لكم واحد لافاسي، كيدير لكم ما حتى الكانه باش غتخدمي ولا تفكري ديري شي حاجه ما كديريهاش، يعني النعاس، الماكله، الخمول، هادشي هو اللي كيديروا النقص ديال الفيتامين، النقص عفوا ديال الحديد، يعني كيخليك مهدوده ما كدير ديري حتى شي حاجه. الصباح ما كتقدري تنوضي تفيقي، ما كتقدري تشخي، ما كتقدري تخدمي، ما كتقدري تقراي، كونسونطراسيون ما كيكونش عندك، يعني كنكونوا مشتتين كاملين. هذا نتيج على نقص ديال الخزان ديال الحديد. كي قلت لكم كنت كنقول لكم ضروري تاخذوا لاسبيرولين. لاسبيرولين باش كناخذها زوينه، كتعطينا طاقه للداس، يعني كتنوضك شويه كتنشطك، وهي كترفع لينا الحديد في الدم، وكيكون عندك دغيا داك لو فيغ كيطلع، يعني داك فقر الدم الحديد اللي كيكون عندنا نقص في الداس ديالنا دغيا كيطلع. هذا كنوصي بزاف على لاسبيرولين. هاد الدواء اللي جبت لكم دابا فيه كاع هادشي اللي قلت لكم، في لاسبيرولين، في فيتامين بي 12 واسيد فوليك، في فيتامين سي، في فيتامين بي 6، فيه لاسبيرولين، يعني هذا جمعهم كاملين، والثمن ديالو هو غالي شويه، ولكن الثمن ديالو لان فيه هادشي كامل مجموعين راه دغيا عندك واحد شهرين ثلاث شهور دغيا الخزان ديال الحديد كيطلع لك، فهمت؟ يعني ما كت كيفاش كنقولوا ما كتسناش واحد الشهور واحد سبع شهور الا خديتي غير هذا في مرفر، او خديتي هاد التغليفيون، غنسمح بان الصوت ديالي شويه عيان، او هاد التغليفيون هذا راه واخا تاخذي حتى 6 موا راه ما غادي يطلعش ليك، كيبقى يطلع بشويه بشويه لانه بوحدو فيه لو فيغ في الحديد 80 ميليغرام. هذا هو انا كنصح به، ولكن هذا انا خديته لان ديك الساعه فاش كان عندي انا فقر الدم ما كانش هاد الدواء، هاد الدواء يلا خرج تقريبا شي شهر، كنت كناخذ هذا مع لاسبيرولين مع لا فيتامين سي مع اسيد فوليك حتى هو كناخذو يلا باش طلع مزيان، يلا باش كتردي الرشاقه ديالك، كتردي ما كيبقاش عندك داك النعاس داك الخمول، وكتقدي تفيقي في الصباح. لحقاش الناس باش عارفي بان عندك فقر الدم كيكون عندك النعاس، يعني تنعسي حتى تشبعي، كتنوضي كتلقاي راسك بحال الا ما نعسي والو. لهذا فاش كتشوفوا عندكم هاد الخمول بزاف، بزاف ديال الناس كيقول لك ما كنقدرش نفيق الصباح، عظامي مدكدكين، هذا عظامك مدكدكين، غتشوف غادي تشوف عفوا لا فيتامين دي، المغنيسيوم هو كيدير ديك الدكديكه، الا خديتي لا فيتامين دي، خديتي المغنيسيوم وبقيتي باقي عندك هذا، كديري تحليله، لان ما يمكنناش نعرفوا الخزان ديال الحديد ديالنا واش مزيان ولا ما مزيانش الا درنا تحليله. كديري تحليله راه ما غاليهش بزاف، 120 درهم هكاك، ولكن كتعرفي اشنو عندك. هذا علاش دابا كنصح به، سميتو فيرسون، ها هو اللي بغات سكريني باش يبان لك مزيان، شتي هذا كيدير 145 درهم. انا قلت لكم الثمن، انا كلشي كيبقى يقول لي الثمن، كيدير 145 درهم، ولكن ما غتندميش، لان لا شيتي لاسبيرولين، شيتي لو فيغ، شيتي فيتامين سي،
وشريتي عفوا فيتامين بي 12 يعني باش غتبقاي تشربي 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 اللهم واحد في سبعه وقيله الا جيت نحسبهم ولا خمسه ما حسبتش هما. هذا زوين كتاخدي وحده في النهار في الصباح بعد الفطور كتبع لي ليا اسال على هذا بواحد ساعتين. الناس اللي عزيز عليهم يشربوا اتاي ولا هذا بعديه بواحد ساعتين عشر باتاي ديالك الا بغيتي بالصحه والراحه. عاوني بسميسو البربع، عاوني بالليمون، عاوني بزاف ديال الحوايج يعني ما بقاش تعتمدوا غير على الادويه، ديروا حتى داكشي طبيعي لان طبيعي مع الادويه كتعطي واحد النتيجه زوينه. شهرين ثلاث شهور كتحسي بحنيكاتك كيولوا حمرين، كتحسي بانك ما بقاش فيك داك العياء، ما بقاش فيك داك ستريس، ما بقاش فيك داك الخمول، كتولي نشيطه، كتنضي خدمتك، كتجي قرايتك، كتجي تزاولي اي مهنه اللي كتزاوليها وانتي نشيطه وفرحانه. نتمنى لا فيديو يفيدكم كالعاده، بارطاجيو بارطاجيو باش تعم الفائده على الجميع. الى اللقاء الى فيديو اخر، مع السلامه.